السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الناس شغلين نفسهم بفيروس كورونا، هو فين الدواء الجديد؟ ايه اخبار الدواء الامريكي؟ نصبح الصبح طب ايه اخبار اللقاح بتاع اكسفورد؟ طب نصبح الصبح ايه اخبار الدواء اللي جاي من روسيا؟ ايه اخبار الدواء بتاع فرنسا؟ اخبار الدواء الصيني؟ وهكذا. كلنا بقينا عايشين في الموضوع ده، كل العالم بقى شاغل نفسه بالدواء الجديد او اللقاح المنتظر. طب ليه؟ واحنا ما وقفناش مع نفسنا لحظة كده، انا ليه بفكر في الدواء؟ انا ليه بفكر في العلاج؟ يعني انا وقفت الفيديو لحد هنا وسالتكم، اكتبوا لي في التعليقات انتوا ليه شغلين نفسكم او قصه الدواء بتاع فيروس كورونا. طب انا هسالكم سؤال عكس، هل في حد مثلا الصبح كل يوم ايه اخبار دواء السكر الجديد؟ وايه اخبار الانسولين الجديد اللي اكتشفوه؟ طب ايه اخبار دواء الضغط الجديد؟ ما بيحصلش، ما فيش حد بيدور على الدواء قبل ما المرض يجيله. انت مش قاعد كل يوم تسال عن الادويه الجديده، ولكن اللي انت بتعمله انك بتحاول تحمي نفسك ان يجيلك مرض السكر، انك بتحاول تحمي نفسك ان يجيلك مرض الضغط. انت بتسالش عن الادويه اللي بتستخدم لعلاج مرض الضغط كل يوم الصبح، ولا مهتم بيها اول الدرجه دي. وبالظبط الموضوع مع فيروس كورونا، مفروض كلنا دلوقتي بقينا حافظين وفاهمين ايه هي طرق الوقايه من فيروس كورونا. ودايما القاعده الوقايه خير من العلاج. يبقى انا اللي عليا ان انا اعمله ان انا اتعلم ازاي احمي نفسي، ان انا ما اكونش عدد من ضمن الاعداد المصاب، ان انا ما اقعش في دايره المصابين. وعلى فكرة نسبة الإصابات بالنسبة لعدد سكان العالم قليلة جدا، يعني لو احنا شفنا العالم تقريبا في 8 مليار نسمة لحد دلوقتي. الإحصائيات الرسمية والأرقام الرسمية المعلنة بتقول ان في 10 مليون مصاب بفيروس كورونا، وانا هخليهم 20 من عندي، يعني انا هزود 10 من عندي ما عملوش تحليل وهنقوله ان هم جاي لهم فيروس كورونا. يبقى انت كده العالم كله عندك فيه كام؟ 20 مليون مصاب بفيروس كورونا. نسبته كام بقى من سكان العالم؟ 0.25%، يعني من كل 400 شخص هيصاب فرد واحد بفيروس كورونا. تخيل بقى ال 400 كلهم شغلين نفسهم بموضوع فيروس كورونا، ال 400 كلهم شغلين نفسهم بالادويه بتاعت فيروس كورونا، باللقاح بتاع فيروس كورونا، الدواء الجديد بتاع فيروس كورونا. طب ما الاولى ان ال 400 دول يروحوا يشغلوا نفسهم ازاي نحمي نفسنا من فيروس كورونا. بلاش نتجمع مع بعض، بلاش نعمل زيارات مع بعض، بلاش ننزل عمال على بطال من البيت. وانا واثق ان ال 400 دول اللي هم بيدوروا على دواء جديد لفيروس كورونا كل يوم هم في الشارع، وكل يوم نازلين يتسكعوا، وناس كتيره نازله بدون داعي من بيتها، وناس كتيره مش لابسه الكمام، وناس كتيره ما بتاخدش السبل بتاع الوقايه اللي احنا بنقول عليها، وقاعدين بس ندور على الدواء. طيب يبقى الاولى والاعقل ان انا ما اشغلش نفسي خالص بقصه الدواء الجديد او قصه العلاج الجديد بتاع فيروس كورونا. اولا انا هوتر نفسي ان انا كل يوم الصبح هدور على الدكتور الفلاني قال كذا، والموقع الفلاني قال كذا، وشفت الخبر ده، وشفت الدواء ده، وشفت البحث ده. انت مالك بالمواضيع دي؟ انت مالك بالقصه دي خالص؟ اتعلم ازاي تقوي مناعتك، حافظ انك تقوي على مناعتك. وكلنا دلوقتي بقينا حافظين ازاي نقوي المناعه بتاعتنا، لان هي حائط الصد الاول بينك وبين الاصابه بفيروس كورونا. حتى لما يجي لك فيروس كورونا او اي مرض من الامراض، لو مناعتك قويه خلص الحوار، خلاص انت الكسبان. لان هي بتبقى حرب او منافسه بين الجهاز المناعي بتاعك وبين الفيروس. والله انت مناعتك قويه هتتغلب عليه، مفيش فيها اي مشكله خالص. يبقى انت اصرف وقتك واصرف مجهودك واللي انت بتعمله كله ده انك تتعلم وتنفذ ازاي اقوي الجهاز المناعي بتاعك. وكلنا بقينا حافظين الكلام ده، وانا عامل حلقه تفصيليه حتى عن الموضوع ده، هسيب لكم الرابط بتاعها ان شاء الله في صندوق الوصف وفي التعليقات، وهيطلع لكم كمان في الفيديوهات المقترحه اخر الفيديو. اكيد كلنا سمعنا الكلام ده من بدايه ازمه كورونا، كلنا خلاص بقينا حافظين ازاي نقوي مناعتنا. هل انت بدات خطوات فعليه فعلا تنزل وزنك، تعدل اكلك، تظبط اكلك، تظبط نمط حياتك، تبطل تدخين، تعمل رياضه، تاكل اكل صحي، تبعد عن السكر، تبعد عن الحلويات؟ مش كل الكلام ده احنا قلنا بيقوي الجهاز المناعي بتاعنا؟ كم واحد فينا بدا ينفذ الكلام ده؟ اكتبوا لي كده في التعليقات، يعني كم واحد فعلا غير طريقه تفكيره من ساعه بدايه ازمه كورونا، ولا بس كلنا بنسمع وبنطبقش وقاعدين ندور على العلاج وعلى الادويه وعلى المكملات الغذائيه؟ الاساس دلوقتي وقبل كورونا وبعد كورونا هو جهازك المناعي. لازم اتعلم، وكلنا دلوقتي بقينا فاهمين وبنستوعب وبنسمع اخبار وفيديوهات كتيره جدا، بس ناقص ايه بقى؟ نطبق، ننزل نطبق عملي. الكلام اللي كلنا سمعناه عايزين نطبقه على ارض الواقع، كلنا عايزين فعلا نقوي جهازنا المناعي علشان ينفعنا دلوقتي ولو جالنا فيروس كورونا، وحتى بعد انتهاء موضوع كورونا في المستقبل، ان انا جهاز المناعي ده هو اللي بيحارب اي فيروسات او اي امراض تانية. هو بس مش مخصوص لانه يحارب فيروس كورونا، اي مرض، اي فيروس، اي حاجه جهازك المناعي. تعلم ازاي تقويه، نفذ الخطوات دي على ارض الواقع، وما تشغلش نفسك وما تشغلش عقلك وما تضيعش وقتك انك كل يوم نايم على مواقع الاخبار، الدواء الجديد واللقاح الجديد، الدواء الجديد واللقاح الجديد. المنتظر فعلا دلوقتي والحاجه اللي هي ممكن تدي امل بعدين ان اللقاح ينزل في السوق. معاه لما ينزل بقى يا اخي، انت شاغل نفسك ليه؟ كنت انا شخصيا هو دكتور وفي مستشفى وكل يوم ومش شاغل نفسي بالموضوع ده،
للدرجه دي لولا موضوع الفيديوهات اللي انا بعملها، ان انا بذاكر وبطلع على اخر حاجات بس عشان اطلع انبه الناس. لكن انا عقليا وذهنيا مش شاغل نفسي امتى اللقاح هينزل، وانا مستني اللقاح يجي الشهر الجاي ولا اللقاح اللي بعديه، طب هل هيجي مصر، طب هل هيجي الكويت، طب هنلحق نجيبه بسرعه ولا لا، طب هناخده، طب فعاليته ايه. اشغل نفسك بحاجه اهم، انت سايب اصل الموضوع وقاعد تشتغل على الفروع، قاعد تدور على الدواء لما يجي لي فيروس كورونا. طب ما احنا قلنا الناس اللي بيجي لها فيروس كورونا اصلا قليلين من تعداد السكان الكلي، وحتى اكتر من 80% من الناس اللي بيجي لها فيروس كورونا بتخف نهائي بدون ما تستخدم اي ادويه مخصوصه، بس شويه زنك وفيتامين سي وبنادول وفيتامين د وخلاص. اكتر من 80% من الحالات ما بتحتاجش اي ادويه مخصوصه تانية. يبقى انت شغل نفسك ليه بقى وموتر نفسك ليه وزعلان ليه؟ يا ريت ان شاء الله الفيديو ده يكون قدم لكم نصيحه مهمه نبدا نطبقها ان شاء الله بدايه من نهايه الفيديو ده على طول. شيروا الفيديو ووصلوه للناس على قد ما تقدروا، عايزين كلنا نهدى. الهدوء مهم جدا لتقويه الجهاز المناعي، القلق عامل خطير جدا على الجهاز المناعي وبيضعف المناعه فعلا، اللي هو القلق والتوتر من كتر سماع الاخبار السيئه ومن كتر ما انا شاغل نفسي بفيروس كورونا طول اليوم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.